خلال الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية، الرئيس السيسي يرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها، ويشهد مناورة ذات الصواري. رئيس الوزراء يؤكد من الإسكندرية أن معدلات تنفيذ المشروعات غير مسبوقة، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ معدل نمو تستفيد منه كافة المحافظات. شكري ونظيره البرتغالي يؤكدان على عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل للأخبار. أهلا بحضراتكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد القوات البحرية الخمسين بمقر القيادة برأس التين بالإسكندرية. كما قام الرئيس اليوم برفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها، ثم تفقد الوحدات البحرية الجديدة وشهد المناورة البحرية ذات الصواري 2017. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الاحتفال بيوم القوات البحرية الذي أقيم بمدينة الأسكندرية، حيث كان في استقبال سيادته لدى الوصول إلى مقر قيادة القوات البحرية برأس التين الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة. وقد استمع السيد الرئيس في بداية الاحتفال إلى كلمة السيد قائد القوات البحرية التي استعرض خلالها الجهود التي بذلتها القوات البحرية على مدار السنوات الماضية من أجل تطوير قاعدة الإسكندرية البحرية والارتقاء بقدرات القوات البحرية المصرية من خلال إدخال وحدات بحرية جديدة ومتطورة إلى الخدمة، فضلا عن التدريبات المشتركة التي تقيمها القوات البحرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة من أجل رفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات البحرية وفقا لأعلى المعايير. وقد أوضحت مصر أن عدوها الرئيسي هو الإرهاب، وهو الأمر الذي أعلنته في جميع المحافل الدولية، وتقوم بمواجهته بكل قوة، وتسعى لتكثيف منابعه بكل حزم، ليس فقط على المستوى العسكري ولكن أيضا على المستوى الفكري، حيث تقوم قواتنا البحرية بدور حيوي في قطع خطوط الإمداد اللوجستية للإرهاب من نقل المقاتلين وتسليحهم عبر البحر، والقيام بمواجهة قوية حاسمة ضد أي أعمال إرهابية في منطقة مسؤوليتها بالبحر. أن تحقيق الاستقرار والأمن وضمان حرية الملاحة البحرية الدولية في مناطق عمل قواتنا البحرية أصبح محور اهتمام من الأول، في ظل ما تشهده منطقتنا من عدم استقرار عاصفة بمقدرات بعض دولها بعد أن كانت في استقرار ونمو مستمر. وقد سلم السيد الرئيس خلال الاحتفال قادة الوحدات البحرية الجديدة المصاحف والأعلام إذانا بدخول تلك الوحدات الخدمة، كما قام سيادته برفع العلم على قاعدة الأسكندرية البحرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها بشكل شامل، ثم تفقد السيد الرئيس الوحدات البحرية الجديدة التي انضمت مؤخرا إلى القوات البحرية المصرية. القطع البحرية الجديدة وهي الفرقاطة سجم الفاتح جو ويند فرنسية الصنع على يمين المنصة، وهي من أحدث الفرقاطات، وفي أقصى اليسار حاملة المروحيات أنور السادات مسترال فرنسية الصنع، والتي تنقل البحرية المصرية لمصاف الدول المتقدمة. وفي المواجهة الغواصتان الألمانيتان الصنع 209، واللتان تعتبران من أحدث الغواصات التقليدية في العالم لتزيد من قدرتنا الاستراتيجية. كما شهد سيادته أيضا فيلما تسجيليا حول بطولات وإنجازات القوات البحرية المصرية، كما قام رئيس السيسي عقب ذلك بجولة تفقدية بقاعة الإسكندرية شملت مجمع المحاكيات الذي يعد السابع من نوعه على مستوى العالم، وهنجر الغواصات الذي يمثل الأول في الشرق الأوسط،
بالإضافة إلى المنشآت الجديدة التي تم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شغالة لطيف النيلة. قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن المعدلات التي تنفذ بها المشروعات القومية على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية هي أضعاف ما كان يتم تنفيذه على مدار السنوات السابقة. وخلال تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية والرياضية في الإسكندرية، أكد إسماعيل أن مصر مقبلة على نقلة نوعية وتنمية شاملة ونمو في كافة المجالات، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ معدل نمو تستفيد منه كافة المحافظات بشكل متساو. كما تفقد رئيس الوزراء محطة التنقية الشرقية للصرف الصحي الجديدة، كما تفقد إسماعيل ملاعب نادي الاتحاد السكندري الجديد المخصصة للتدريب بمنطقة أبيس بمحافظة الإسكندرية عقب تفقده مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من الإسكندرية مراسلنا أحمد أبو الحسن. أحمد تحياتي، وكيف كانت جولة رئيس الوزراء اليوم في الإسكندرية خلال تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية والرياضية هناك؟ يعني بالفعل كانت جولة السيد رئيس الوزراء اليوم لمحافظة الإسكندرية يعني تشمل العديد من الأماكن والعديد من القرارات الهامة، حيث أكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة المحافظات. وهناك تصريحات للسيد رئيس الوزراء بتوجيهات من محافظة الإسكندرية للسادة الوزراء بضرورة النزول إلى مواقع العمل وفي كافة المشروعات وفي كافة المحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية في المواقيت والمواعيد المحددة لها. أيضا أكد أن زيارته لمحافظة الإسكندرية كانت بغرض متابعة المشروعات، وأيضا كان هناك تفقد للمنشآت الخاصة بالمباني والملاعب التي تابعة لنادي الاتحاد السكندري أشاد بها السيد رئيس الوزراء. هناك أيضا كانت له زيارة لمحطة تنقية مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة السموحة بالإسكندرية. كان هناك عقب هذه الجولة أيضا عدد من اللقاءات مع بعض أعضاء مجلس النواب، تناقش خلالها يعني في خلال هذا الاجتماع حول أهم يعني المتطلبات لمحافظة الإسكندرية. تم عرض العديد من المشكلات التي يعني قام السيد رئيس الوزراء باتخاذ العديد من القرارات في حل هذه المشكلات، منها خاصة بالتعليم والصرف الصحي وغيرها. هناك ايضا توجيهات للسيد رئيس الوزراء ب يعني بضروره المتابعه المستمره لكافه المشروعات، ليس فقط المشروعات الخدميه ولكن ايضا المشروعات التنمويه وايضا متابعه كافه المشروعات. هناك ايضا يعني تأكيد من السيد رئيس الوزراء بأن الحكومة تعمل على تنفيذ نمو احتوائي تستفيد منه جميع المحافظات بشكل متساوي، وأن قانون الاستثمار الجديد بتصحيح تصريحات للسيد رئيس الوزراء أكد أنه يتضمن حوافز للاستثمار في العديد من المناطق ومنها محافظات الصعيد، وأن الحكومة أيضا يعني تقوم بتنفيذ هذه المشروعات من في أحمد أبو الحسن مراسلنا ومفادنا إلى الإسكندرية. شكرا جزيلا على هذه المتابعة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البرتغالي أغوستو سانتوس سيلفا عمق العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات. وأعلن الوزيران عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين. وقال شكري إن الإرادة السياسية المتوفرة تدفع مصر والبرتغال المزيد من التشاور والتواصل تجاه القضايا المشتركة. في إطار الدفعة القوية التي تشهدها العلاقات المصرية البرتغالية، وفي أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لشبونة في نوفمبر الماضي، والتي تعد أول زيارة يقوم بها رئيس مصري منذ أكثر من 20 عاما، شهدت وزارة الخارجية انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال برئاسة وزيري خارجية البلدين، وقد تم توقيع عدد من مذكرات تفاهم في العديد من المجالات. هذه علاقات ممتدة، علاقات تاريخية، علاقات دائما وجدت مصر من البرتغال دعم لتنمية هذه العلاقة، تفاهم
بحكم شراكتنا في المتوسط ليل ما يجري في منطقة المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط. وحول ما تناولته المشاورات بين الوزيرين، أوضحت الخارجية المصرية أنهما تناولا علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة. يربطنا بمصر تاريخ طويل من التعاون، وأشكر الحكومة المصرية على ما حققته من نجاح في المجال الاقتصادي والديمقراطي ولجهودها المبذولة لاستقرار المنطقة، ونستطيع أن نوحد جهودنا في مكافحة الإرهاب ونسعى لتعزيز علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي لأنها تمثل شريك أساسي في المنطقة. المباحثات تطرقت أيضا لعدد من القضايا الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية على ضوء نجاح جهود إتمام المصالحة الفلسطينية مؤخرا. استقبال وزير الخارجية المصرية لنظيره البرتغالي والذي جاء في إطار مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين يعكس حرص مصر على الانفتاح خارجيا لدعم القضايا المطروحة على الساحة. من مقر وزارة الخارجية عمرو عبد العزيز أمين. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماعه اليوم مع وزير خارجية البرتغال أوغستو سيلفا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول مستجدات عدد من القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن. وأعرب أبو الغيط عن تقديره للمواقف البرتغالية الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وتطلعه لاستمرار هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك عدم قبول انتخاب إسرائيل لعضوية مجلس الأمن الدولي للعامين 2019-2020 خلال الانتخابات المقرر عقدها بالجمعية العامة في العام المقبل. اختتمت اليوم في القاهرة أعمال مؤتمر دوري وهيئات الإفتاء في العالم الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية بشأن دور الفتوى في استقرار المجتمعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. خرج المؤتمر بعدد من المبادرات والتوصيات، أبرزها ضرورة نشر ثقافة الإفتاء الرشيد بعد أن أصبحت المعلومة في متناول الجميع، وتأكيد أن الفتوى إذا تم ضبطها كانت من مفاتيح الخير والاستقرار. اختتمت دار الإفتاء المصرية مؤتمرها العالمي الذي عقد تحت شعار دور الفتوى في استقرار المجتمعات، حيث أعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام البيان الختامي والذي صاحبه حزمة من التوصيات الهامة. التأكيد على وجوب نشر ثقافة الإفتاء الرشيد بالنسبة إلى المفتي والمستفتي كليهما، وأن هذا قد تعاظمت ضرورته في عصر صارت فيه المعلومة في متناول الجميع. كما أكد مفتي الجمهورية على أن الفتوى إذا ضبطت كانت من أعظم مفاتيح الخير والصلاح والاستقرار، مشددا على ضرورة التصدي للفتاوى التي تدعو إلى هدم الأسر والمجتمعات. الوقوف على أهم مشكلات الإفتاء المعاصر ومنها الفتاوى الشاذة التي تسعى إلى إشاعة الفوضى وزعزعة السلم المجتمعي، ومن ثم نحن نحاول وضع الحلول الناجعة لها. 2. الكشف عن الأدوار التي يمكن للإفتاء المعاصر الاطلاع بها في علاج المشكلة. 3. الخروج بميثاق شرف إفتائي إعلامي ضابط للفتوى في الإعلام والفضاء الإلكتروني. 4. دعم استقرار الأسرة بتجديد الإفتاء في شؤون الأسرة على مستوى القضايا والوسائل. وأكد المشاركون أن هناك إصرارا وعزيمة على تطبيق نتائج المؤتمر على أرض الواقع للعيش في سلام بعيدا عن الدعاوى الشاذة والمتطرفة. الثمرة هيكون ثقافة إفتائية رشيدة للمفتين وللمستفتين على السواء. احنا كمان النتيجة التي نرجو ان تكون وهي الاهم من خلال رسالتنا في الامانة العامة لدور هيئات الافتاء في العالم، النتيجة ان تكون مسار الافتاء مسارا صحيحا. شارك في اعمال المؤتمر وجلساته نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من مختلف البلدان، حيث عني بقضايا دعم الاستقرار عن طريق الفتوى، مؤكدين ان الاسلام جاء للعموم الناس وأنه يهتم بجوانب العقيدة والإيمان وكذلك بالأعمال الصالحة وينظم حياة الإنسان والبشرية جميعا. من مقر انعقاد المؤتمر، محمد الخطيب، النيل.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا فضيلة الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام في كل مكان. دكتور إبراهيم، يعني خرج مؤتمر الإفتاء اليوم بضرورة نشر ثقافة الإفتاء الرشيد وتأكيد أن الفتوى إذا تم ضبطها كانت من مفاتيح الخير والاستقرار. برأي حضرتك كيف يمكن تحقيق هذه التوصيات التي خرج بها المؤتمر وتحويلها إلى حلول على أرض الواقع؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين. وبعد، مما لا شك فيه أننا نعاني الآن بسبب ما يسمى بفوضى الفتاوى، وتلك الآراء الشاذة المنتشرة على بعض الفضائيات أو بعض المنابر الإعلامية. لذلك كان لزاما على المؤسسة الدعوية الأولى في العالم الإسلامي وهي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية أن تسارع بعقد هذا المؤتمر. لماذا؟ لكي نؤصل لفكرة الفتوى الرشيدة. والفتوى الرشيدة نستطيع أن نصل إليها من خلال أولا تدريب العلماء من أهل التخصص على كيفية التصدي بنظرة واقعية من خلال تفعيل فقه الواقع المعاصر لقضايا الأمة، مع مراعاة تحقيق المصالح العليا للأسر وللأفراد وللجماعات على حد سواء. أيضا هذا التدريب لابد وأن يحدث فيه نوع من أنواع التشابك ومن أنواع الحداثة مع مستجدات العصر، فلم نعد قاصرين كما كنا على أن الرجل الدين هو الذي عليه أن يتحدث في كل شيء، ولكن المجامع الفقهية التي مثل هيئة كبار العلماء، مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تلك المجامع عليها أن تتصدى للقضايا الكبرى وتعلن فيها رأيا واحدا مستقلا، وعند ذلك يكون هذا بمثابة مرجعية لكل الأئمة ولكل الدعاة ولكل من يتصدى للإفتاء. أيضا التجرد والموضوعية، بمعنى ألا يحدث عملية تسييس للفتوى كما كنا نرى أيام الجماعات الدينية المنحرفة. ولكن يعني عفوا دكتور إبراهيم المقاطعة، لكن اسمح لي، تظل كل هذه التوصيات هي يعني حبر على ورق إلى أن يتم ترجمتها على أرض الواقع. ما هي الآليات التي توصل إليها المؤتمر لتحقيق هذه التوصيات، وهل من سبل لمواجهة من يفتون بغير علم؟ أولا الآليات بدأت مشيخة الأزهر الشريف في استحداث أقسام خاصة بالإفتاء داخل كليات الشريعة على أن يطبق ذلك من بعد المؤتمر مباشرة. الأمر الآخر أننا قصرنا صعود المنابر على أهل التخصص، وهذا ما قام به معالي وزير الأوقاف المصري. أيضا توحيد الخطبة، بمعنى أن يكون هناك انسجام في لغة واحدة نتحدث فيها لأمة واحدة. أيضا علينا أن نبذل المزيد من السيطرة على المنابر الإعلامية غير المنضبطة. هناك عدة فتاوى صدرت من خلال منابر إعلامية، هذه المنابر الإعلامية تستهدف الانتشار، تستهدف التربح، ولا علاقة لها بالأسس الدينية الرصينة. ومن هنا لزاما علينا أن نناشد بتفعيل ميثاق شرف إعلامي، كذلك ميثاق شرف لكل من يتصدى للفتوى، ووضع الضوابط القانونية. وأنا أؤكد للمرة الثانية، وضع الضوابط القانونية التي تحمي وسطية هذه الدعوة الإسلامية، بحيث لا ينجرف من يتصدى للإفتاء إلى رأي أو هوى أو جماعة أو حزب سياسي، وأن يعبر تعبيرا صادقا عن جوهر الإسلام، وهو أن تتحقق السعادة للبشرية. نعم. لأن الله أنزل قرآنا يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف. تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط شخصين مشتبه بهما وتدمير عربة دفع رباعي خاصة بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان له اليوم
إنه تم أيضا ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتوزيع، موضحا أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية. وأكد المتحدث العسكري مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء. احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدورات الدراسية لكوادر الدارسين الوافدين من 20 دولة إفريقية بعد أن أتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة. وشملت المراسم عرض فيلم تسجيلي تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات المختلفة، وأعقب ذلك توزيع شهادات التخرج على الوافدين الأفارقة تقديرا لأدائهم المتميز طوال فترة دراستهم. يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك مع برنامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. نظمت هيئة البحوث العسكرية بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات للقوات المسلحة ندوة استراتيجية بعنوان حرب المعلومات وتأثيرها على الأمن القومي المصري واستراتيجية مواجهتها، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين السابقين والباحثين المهتمين بهذا المجال. تهدف الندوة إلى وضع أطر استراتيجية لمواجهة تهديدات وتحديات حرب المعلومات الحديثة وتأثيرها على كافة مجالات الأمن القومي، وضع رؤية قابلة للتطبيق نحو تطوير وتحديث سياسات ومنظومات التأمين لنظم المعلومات وشبكات الاتصالات والمعلومات الرقمية وصولا لتأمين وحماية الدولة من التداعيات والتهديدات المتعلقة بحرب المعلومات. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة الكامل لوحدة وسيادة البحرين وللجهود التي تبذلها السلطات البحرينية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، ورفض الجامعة التام للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وكل ما من شأنه التأثير على أمنها واستقرارها. جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية خلال استقبال أبو الغيط اليوم الخميس لوفد من ممثلي المجتمع المدني في مملكة البحرين. ونوه أبو الغيط خلال اللقاء إلى النشاط الملموس لمنظمات المجتمع المدني البحرينية والمبادرات الإيجابية التي تطرحها هذه المنظمات في مجال العمل الأهلي على المستويين الوطني والعربي. أكدت مصر دعمها الكامل للمقترح الفلسطيني بطرح بند حول التلوث البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في نيروبي خلال شهر ديسمبر المقبل. جاء ذلك في كلمة مصر أمام اجتماع الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اليوم في مقر الجامعة العربية. وأكد محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أهمية التحضير والإعداد الجيد للدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ودراسة مخرجات الدورة السابقة من أجل التحضير الجيد والخروج بنتائج ملموسة حول القضايا البيئية وعلى رأسها التنوع البيولوجي والمناخ والتنمية المستدامة. إلى تطورات الأزمة السورية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن الجولة السابعة من المفاوضات السورية في أستانا ستعقد يومي 30 و31 من أكتوبر الجاري. كان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا قد أجرى مباحثات أمس في موسكو مع كل من وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو بشأن الجولة القادمة من مفاوضات جنيف للتسوية السورية. تتركز جولة المحادثات المقبلة حول إطلاق سراح الرهائن والأسرى ونقل الجثث والبحث عن مفقودين وكذلك الأمور المتعلقة بمحاربة الإرهاب ونزع الألغام. أفاد مراسل النيل أن الجيش السوري نجح في إحكام سيطرته على قرية ذيبان وعدد من القرى في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. كانت وحدات الجيش السوري العاملة في دير الزور قد بدأت عمليات واسعة ودقيقة لاجتثاث إرهابي داعش من القرى والبلدات المنتشرة بين الميادين والمريعية في الضفة الغربية لنهر الفرات. وقد أسفرت عمليات الجيش السوري عن القضاء على أعداد من إرهابي التنظيم وتدمير تحصينات للتنظيم وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم. رحبت حكومة إقليم كردستان بدعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للحوار من أجل حل القضايا العالقة وفق الدستور وضمن مبادئ الشراكة والتوافق.
يأتي هذا في حين تستكمل القوات العراقية السيطرة على أغلب المناطق المتنازع عليها بما فيها مدينة كركوك الغنية بالنفط وانسحاب قوات البشمركة منها. قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية اتخذت مواقعها في سبيل فرض سيطرتها على كامل مدينة كركوك وما تعرف بالمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق. وعلى بعد كيلومتر ونصف تستعد القوات العراقية لدخول بلدة ألتون كوبري في منتصف الطريق بين أربيل وكركوك. احنا هسه هاي اخر منطقة عندنا، منطقة ألتون كوبري، منطقة متحررة وكاملة ان شاء الله، بس مجرد انه بعض العصابات والنفرات الظالة طبت لها خوفة وروعة الاهالي. احنا كنا ننصح الاهالي انه ما يطلعون، ولكن انت شوف الاهالي اذا يطلعون هسه احنا ما عندنا كل مشكلة، ننتظر فقط الاوامر لغرض دخولها خلال الساعات القادمة. في المقابل واصلت قوات البشمركة تراجعها واتخذت مواقعها الأخيرة على بعد نحو 5 كيلومترات من بلدة ألتون كوبري. سياسيا رحبت حكومة إقليم كردستان بدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي للحوار من أجل حل القضايا العالقة وفق الدستور وضمن مبادئ الشراكة والتوافق. كما دعت حكومة كردستان المجتمع الدولي برعاية الحوار بين الجانبين، وتمثل التغيرات العسكرية على الأرض لصالح القوات العراقية وتبدل المواقف السياسية لإقليم كردستان بالجلوس إلى مائدة التفاوض تمثل تغيرا كبيرا في مسار استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على نتائجه المثيرة للجدل والتي قوبلت برفض من الداخل العراقي ومحيطه الإقليمي على حد سواء. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد أنباء الاقتصاد، بوتين يؤكد ضرورة اتباع أسلوب الحوار لحل أزمة كوريا الشمالية ويصف التهديد باستخدام القوة ضد بيونغ يانغ بالعمل الأحمق. وصلنا إذن لمحطة الأنباء الاقتصادية. تفاصيل الأخبار الاقتصادية مع الزميل الأمير داود. إليك. شكرا لك إلهام. شكرا أيمن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال وأهم ما نتابع فيها. وزير المالية يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار في سوق سعر الصرف وساهم في انخفاض عجز الموازنة. استعرض وزير المالية عمرو الجرحي النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد أقل من عام على تدشينه، مؤكدا تحقيق الاستقرار في سوق سعر الصرف والاتجاه العام لانخفاض عجز الموازنة والتضخم خلال الفترة القادمة. وقال وزير المالية خلال مشاركته بالجلسات النقاشية التي نظمتها مجموعة سي آي كابيتال القابضة في لندن بحضور 13 من كبريات مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية، قال إن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة ليحقق 9.5% خلال العام المالي الحالي، وأكد أن الإيرادات الضريبية تحسنت بشكل واضح لتبلغ نحو 462 مليار جنيه، معربا عن تفاؤله بتحقيق معدل نمو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق. وأشارت وزارة المالية في بيان لها أن عمرو الجرحي وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي قد التقيا بكريستين لاغارد مديرة الصندوق على هامش الاجتماع السنوي المشترك
لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أشادت لاغارد بجدية وإصرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة وبرئيس البعثة التنظيمية للمفوضية الأوروبية إيفان سوركوش في إطار برنامج الدعم الموحد وبحث إعداد الأولويات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020، كما بحثا الجانبان تفعيل اتفاقيات جديدة وترتيبات الزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي يوهانس هان خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي من المقرر أن يتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات مع شركات التنمية. أكد وزير السياحة يحيى راشد على أنه لن يضار أي شخص من العاملين بمنطقة الأهرامات من مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أنه عند إتمامه سيكون له عظيم الأثر في الارتقاء بتلك المنطقة لتصل إلى المستوى العالمي الذي يليق بها والتي تعكس عظمة الحضارة المصرية. كما أشار الوزير إلى التطوير الذي ستشهده أيضا منطقة الصوت والضوء، وهو ما يؤدي إلى جذب المزيد من السائحين من محبي هذا النمط السياحي، ويعود بالنفع على العاملين بمنطقة الأهرامات وعلى القطاع السياحي بوجه عام. أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل أهمية تفعيل دور كافة المراكز البحثية في نقل العلوم الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة للصناعة الوطنية، وذلك لتعزيز تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا. وقال قبيل في تصريحات أدلى بها خلال جولته بمعهد التبين للدراسات المعدنية الذي تمت إعادة تبعيته لوزارة التجارة والصناعة مؤخرا، إن إعادة تبعية المعهد وزارة التجارة والصناعة ستسهم في تعظيم استفادة الصناعة الوطنية من إمكانات المعهد كجهة بحثية. وأضاف أن المعهد يضم أول حاضنة للمشروعات التكنولوجية في مصر، كما يضم 15 مركزا بحثيا في مجالات الطاقة والبيئة والتصنيع والتنمية التكنولوجية ونقل وتسويق التكنولوجيا. أعلن رئيس شركة روس نفط الروسية إيغور ستيشان أن الشركة تقيم بشكل إيجابي احتمال شرائها لحصة إضافية تقدر بنحو 5% من مشروع حقل ظهر المصري لإنتاج الغاز. وأضاف رئيس الشركة في تصريح صحفي أنه يمكن تصدير جزء من هذا الغاز للسوق الأوروبية، واصفا حقل ظهر بالمشروع الجيد. وتستحوذ شركة روس نفط الروسية بالفعل على 30% من حقل ظهر الذي يعد الأكبر في البحر المتوسط. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الخميس في ختام تداولات الأسبوع وسط عمليات شراء للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، قابلها عمليات بيع للمؤسسات الأجنبية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 300 مليون جنيه ليصل إلى 767 مليارا و700 مليون جنيه بعد تعاملات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.7 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إيجيكس 30 بنسبة 91%، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 1.87%. حذرت وزارة النفط العراقية شركات النفط من توقيع عقود مع حكومة إقليم كردستان. تحذيرات الوزارة العراقية تأتي بعد يوم واحد من إعلان شركة روس نفط الروسية اتفاقية مع إقليم كردستان العراق للتنقيب عن النفط في 5 مواقع مختلفة بالإقليم الواقع شمالي العراق. وتوقعت الشركة الروسية وجود 670 مليون برميل من النفط في هذه المواقع الخمسة، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف النفط فإنها ستبدأ الإنتاج التجاري من هذه المواقع في عام 2021.
ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى الزملاء أيمن السيد وإلهام نمر واستكمال البانوراما. تفضل إلهام. شكرا لك أمير. أهلا بكم مجددا، إليكم تذكرون بأبرز عناوين هذه النشرة. خلال الاحتفال بالعيد 50 للقوات البحرية، الرئيس السيسي يرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها ويشهد مناورة ذات الصواري. رئيس الوزراء يؤكد من الإسكندرية أن معدلات تنفيذ المشروعات غير مسبوقة، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ معدل نمو تستفيد منه كافة المحافظة. شكري ونظيره البرتغالي يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين ضرورة اتباع أسلوب الحوار لحل مشكلة كوريا الشمالية وعدم دفعها نحو الانعزال. وأضاف بوتين خلال الجلسة الختامية العامة لمنتدى فالدي الدولي للحوار في مدينة سوتشي الروسية أنه لا يجب ألا ننسى أن كوريا الشمالية دولة ذات سيادة. من المهم جدا أن نتبع أسلوب الحوار لحل مشكلة كوريا الشمالية وعدم دفعها نحو الانعزال. التهديد باستخدام القوة ضد بيونغ يانغ هو عمل أحمق جدا بغض النظر عن من يكره أو يحب كوريا الشمالية. لا يجب ألا ننسى أن بيونغ يانغ دولة ذات سيادة. أعلنت الحكومة الإسبانية المضي قدما في إجراء تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا، داعية إلى عقد اجتماع طارئ يوم السبت لبحث تطورات الأزمة. جاء ذلك عقب تلقي الحكومة الإسبانية رسالة من رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بوتشموند للحكومة الإسبانية، قال فيها إن الإقليم لم يعلن استقلاله ولكن يمكن أن يقوم بذلك في حال واصلت مدريد التهديد بتعليق الحكم الذاتي فيه ومنع الحوار. تأكيدا لقرارها، أعلنت الحكومة الإسبانية مجددا مضيها في إجراء تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا، معتبرة أن رئيس الإقليم لم يحافظ على النظام فيه، ما ينذر بتعميق الأزمة التي تهدد استقرار البلاد. وفي رسالته ترك رئيس الإقليم لحكومة مدريد الخيار بين أن تأخذ في الاعتبار أنه لم يتم حتى الآن إعلان الاستقلال في كاتالونيا وأن في ذلك مؤشر تهدئة، أو أن تستمر في تهديدها بتعليق الحكم الذاتي. واعتمدت الحكومة الإسبانية الخيار الثاني. كانت قد انتهت المهلة التي حددتها إسبانيا لرئيس إقليم كاتالونيا لتوضيح موقفه من إعلان انفصال الإقليم عن مدريد، وذلك في الوقت الذي تجنب رئيس الإقليم الكشف عن موقفه في خطاب أرسله إلى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي. وكان راخوي قد هدد بأن مدريد ستضطر إلى تعليق الحكم الذاتي واستعادة السيطرة المركزية في كاتالونيا إذا أصر رئيس الإقليم على المضي قدما في خططه للاستقلال. دعا رئيس الحكومة إلى عقد جلسة غير عادية يوم السبت بمقر مجلس الوزراء، حيث سيتم الموافقة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تحافظ على حقوق المواطنين الإسبان ومواطني كاتالونيا وتستعيد النظام الدستوري في الإقليم. وتسمح المادة 155 من دستور إسبانيا لمدريد بإقالة رئيس الإقليم وغيره من أصحاب المناصب الإقليمية وحل البرلمان الإقليمي والسيطرة على جميع السلطات الإقليمية. كانت إسبانيا قد هددت بالسيطرة المباشرة على الإقليم ذاتي الحكم إذا فشل رئيس الإقليم في تلبية مطالبها. وتقول الحكومة الإسبانية إنها مستعدة لوقف هذا الإجراء إذا كانت الحكومة الكتالونية ستدعو إلى إجراء انتخابات إقليمية مبكرة. ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين الانتحاريين بقاعدة عسكرية في إقليم قندهار إلى 50 قتيلا حسب ما أفادت مصادر أمنية. يأتي ذلك في حين أكدت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 10 من المهاجمين أثناء الهجوم الذي تم فجر اليوم على القاعدة التي كان يوجد بها أكثر من 60 جندية. كان مسؤولون أفغان قد أعلنوا في وقت سابق اليوم مقتل 41 جنديا على الأقل في تفجيرين انتحاريين استهدفا معسكرا للجيش في إقليم قندهار جنوبي البلاد. هذا وقد تبنت حركة طالبان في بيان إعلامي مسؤوليتها عن التفجيرين. والآن وقفتنا الثانية في هذه البانوراما، الوقفة الرياضية. يأتينا بهذه الأنباء الزميل مصطفى